يا من بالواجب ما بين كل فقرة وفقرة من خطبته كان يقول: أيها الناس، إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. فكانوا يقولون رضوان الله عليهم: نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة. فيرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأنزل الله عليه في ذلكم اليوم قوله جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأتينا إلى هذه البقعة امتثالا لأمر الله وابتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على أحد منا، وليس بيننا وبين غروب الشمس إلا بضع ساعات لا تزيد على خمس، إلا أن يجتهد الإنسان في الدعاء ويلح على ربه في الطلب أن يقبله في هذا اليوم. فإن الله إذا قبله لا يضرك من رده، والله جل وعلا إذا أوعد لا يضرك من طردك، والله جل وعلا إذا رضي عليك لا يضرك مع رضوان الله سخط وعد. فلا تطلب في هذا اليوم شيئا أعظم من رضوان الله. قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. إنسان إذا كان في يوم عرفة يعلم أن صيامه، إذا صام يوم عرفة، أنه يشق عليه القيام بالدعاء وطلب المغفرة والذكر لشدة الحر أو للتعب أو غير ذلك، فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة في عرفة. لماذا؟ لأن يوم عرفة يكفر العمر كله، والصيام يكفر لعامين، عام ماض وعام باق. فلا ينبغي ولا يستحب له أن يصوم أو يأتي بعبادة تكفر عامين ويتعطل تكفير عبادة للعمر كله. وأما حال الإنسان، كان يكون الإنسان يقول: إني أجد راحة وأجد قوة وشدة ولا يجد حر أيضا، أو ربما أكون في مكان مثلا مريح، فهل يستحب لي أن أصوم ولا أتعطل عن العمل؟ نقول: يستحب لك أن تصوم. وهذا ثبت عن عائشة عليه رضوان الله في صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة. عيد الحاج، أما الحاج يجوز له أن يصوم يوم عرفة، والأفضل أن لا يصوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي ما صام يوم عرفة. لكن لو صامه الحاج لا شيء عليه، لو أن أحد الحجاج قال سأصوم يوم عرفة عليه بالعافية، ما في بأس. لكن أهم شيء لا يضعفه عن العبادة في ذلك، إذا كان لا يضعفه يصوم ما في بأس إن شاء الله تعالى. والسنة أن لا يصوم، السنة لا يصوم، وإن صام لا شيء عليه.